بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط السادس للقعدان، الشوط الثاني عشر في المجموع في شارة التواها الهاجري. أعطنا طريق يا راعي الجي اكس ار الاسود، لو تكرمت يا راعي الجي نحن كده ما حنزيع. روح روح محمد يا اخي. يا راعي الهايلوكس لو تكرمت يا اخي. اخواننا طريق الكاميرا لو تكرمت يا شباب. في هذه اللحظات اللي في اول المراكز هذا الفارس السيد بخيت بن عويض المري في اول المراكز، اما في ثاني المراكز في هذه اللحظات اللي واصل هذا هو شاهين للسيد عبد الله بن حمد الكبيسي راعي زاخر التي زهرت في الشوط الاول الرئيسي، اما في ثاني المراكز واللي تسلل في هذه اللحظات هذا هو شاهين للسيد محمد بن ناصر بن قوبان، ولكن ارى شعار بن مسعود واصل شعار بن مسعود في ثالث المراكز هذه اللحظة رقم 20 هادو حالول للسيد حمد سالم بن محمد بن مسعود، أما في ثاني المراكز هادو الحنيش للسيد غانم بن حمد بن شينان الهاجري. روح يا غانم وخلى غانم مع المركز الأول، ولكن اللي في أول المراكز هذا هو بن عويضة، هذا هو شال فارس وانت فارس يا الفارس للسيد بخيت بن عويضة المري، هذا هو الفارس نقول تهانينا يا علي يا من بخيت بن عويضة، والتهاني موصول للسيد حمد بن بخيت بن عويضة وعويضة بن بخيت بن عويضة، والتهاني لأهالي الشحاني على هذا الفوز. أما في ثاني المراكز هذا هو حاله للسيد حمد بن محمد سالم بن مسعود، أما في ثالث المراكز هذا هو الحنيش للسيد غانم بن حمد بن شينان الهاجري، نقول تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:10:66، نقول تهانينا والناموس. هذه اللحظات الاستعداد جاري لانطلاقة